ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنكمل حديثنا. ومشرفنا النهارده الدكتور عماد عوض، نتكلم معاه عن الصدقه وازاي ان احنا نقدر ندرب نفسنا وازاي ان احنا نقدر نطهر نفسنا بيها. وهو برضو شرح لنا حاجه جميله كده قبل الفاصل، ان في وقت كده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيصلي علينا لما بنبقى من المتصدقين، فشرح لنا بقى كيفيه الصلاه دي. وبص حضرتك، صلاه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ان هو بيدعي لك. تعرف مين اللي بيدعي لك؟ انت بتروح لراجل صالح تقول له ادعي لي. طبعا. وسيدنا النبي بيدعي لك مش يعني كده، لا ده امر، لا ده امر، ده ربنا امر سبحانه وتعالى وصلى عليه يا محمد. تمام. فتخيل ان انت واحد، سيدنا النبي بيدعي لك بامر من الملك الجبار القهار الرزاق، اللي هيحصل لك ايه النتيجه؟ ربنا قال وصلى عليه ان صلاتك سكن له. يعني تخيل ربنا عز وجل ممكن يعفو عنك مباشر، انما هو بيحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيرجعلوش كلمه فبيقول له ادعي للعماد صلى الله عليه وسلم، ادعي للحاجه فلانه، ادعي تتصدق، تدعي لها معايا. فالصلاه دعاء. فشوف بقى سيدنا النبي هيدعي لك ازاي. شفت الراجل بقى احلى دعوه واجمل دعوه تحصل لك. يعني سيدنا النبي ما دعا لاحد الا ونجا طبعا، وما دعا على احد الا وهلك صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. احنا معنا تقرير نبص عليه كده ونعلق عليه مع حضرتك. النهاردة احنا جينا لحضراتكم في قرية جديدة من قرى البحيرة علشان ننقل لحضراتكم حدث مهم جدا، ألا وهو وجود محطة تحلية اللي بتخدم هنا قرابة 10,000 نسمة. تخيل معايا ان 10,000 شخص بيشربوا وبتخدمهم محطة التحلية دي. في الحقيقة الشخص الذكي اللي بينظر إلى إن الدنيا ما هي إلا عبور للآخرة، الشخص الذكي الفطن اللي يعرف كويس جدا إيه اللي هيبقى وإيه اللي هيفنى، إيه اللي هيكله في الآخرة وإيه اللي مش هيكله في الدنيا. علشان كده كان بيقول الشاعر إن لله عبادا فطنا، يعني أذكياء، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ولو بصينا على فكرة صالح الأعمال أو الصدقات بمطلق عام، هنجد إن أفضل الصدقات زي ما قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنه هو سقي الماء. وخلي بالك سيدنا ابن عباس ده مين؟ شيخ المفسرين، ده أفضل واحد فسر القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما سئل طب إيه اللي خلى سقي الماء أفضل الصدقات يعني، فقال رضي الله عنه: ألم تسمع إلى أهل النار أنهم لما استغاثوا بشرب الماء أفيضوا علينا من الماء. ومن هنا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه دائما بفكرة إن أفضل الصدقات سقي الماء. ولو جينا نبص لفكرة الصدقة في حد ذاتها، هنجد إن معنى الصدقة مأخوذ من معنى الصدق، الإنسان الصادق بالفعل اللي بينظر إلى الدنيا أنها ليست دائمة وينظر إلى الآخرة أنها دار البقاء، هو اللي هيسارع دايما في الصدقات. وزي ما قلت لحضراتكم من أفضل الصدقات سقي الماء. حتى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول في الحديث: إن الله لا يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فرسه حتى تكون الصدقة مثل أحد. تخيل معايا كده أن الصدقة بتاعتك دي هتيجي يوم القيامة زي جبل أحد. ومن هنا جت جمعية البر والتقوى المصرية جزاهم الله خيرا علشان يساعدوك أن تكون ليك صدقة جارية تنفعك في الآخرة، وأفضل الصدقات سقي الماء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده بقى التعبير يا دكتور والبرهان والصدق اللي بنقول عليه، فكرة ان انت بتبرهن العمل بتاعك بحاجة زي كده، حاجة عظيمة زي دي،
ولفت انتباهي ان المحطه في البحيره يمكن مكان بالنسبه لكم لسه جديد بتروحوه، من الاماكن اللي انت حضرتك بتوسع فيها دايما انت والمؤسسه، ان يعني بنشوف ان حضرتك موجود في كل مكان في البلد. ده بفضل ربنا عز وجل اللي سخر لنا اهل الخير ان هم يدعمونا ويشجعونا ندور، احنا بندور لهم على الخير الحسنات. لو لاحظنا في المحطه هنلاقي ان في يفط رخامه، اليوفط دي بأسماء ناس، الناس دي لا تعرف الناس اللي في البحيرة ولا اللي في البحيرة يعرفوا الناس اللي ببره، عمرهم ما يقابلوهم يعني. ولا عمرهم ما يقابلوهم. تخيلوا الناس ديت زينا بالظبط محتاجين. الناس دي عندها برضو مشاكل صحية ومشاكل اجتماعية يعني محتاجين القرش. مفيش حد مش محتاج القرش صح، لكن هم طلقوا الدنيا وأمنوا ووثقوا جدا في كلام ربنا عز وجل فحبوه وحبوا الصدقة، فقال لك لا احنا ندخر هناك عشان ما نجيش يوم القيامة نقول يا ليتني قدمت لحياتي. الناس بتكتشف لما تقابل ربنا ان الحياة ما كانتش في الأرض، الحياة هناك في الجنة، لأنها حياة خلود بلا موت. أهل الجنة دكتور عبد السلام حتى بيقول إن هي خلود بلا موت، مكان للعبور. فإحنا هنا مجرد مكان للعبور. لو أنت صدقت ده إحنا مش هنلحق محطات صح، ولا هيبقى فيه فقير في البلد، وهيبقى فيه حاجة اسمها القناعة والرضا، وهتلاقي فيه ناس عايشة بتفكر أنا هخرج إيه النهاردة مش أنا هاخد إيه النهاردة. طب أهمية المحطات دي دكتور برضو عشان الناس تبقى يعني عايشة الموضوع وحاساه. بص يا جماعة، أفضل الصدقات على الإطلاق اللي تتقرب بها من ربنا وتضمن بها حسنات بلا حدود وثواب وتكفير ذنوب وربنا هيغفر لك وهيحرم عليك النار بإذن الله، اللي هي سقي الماء. كلنا شفنا حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الراجل لما سأل كلب ربنا شكره وغفر له. إيه ده ربنا بيشكر عبده؟ هو عمل ايه؟ لو جاب شويه ميه في خوف، ما عملش محطه، ما عملش حاجه كبيره، ما حفرش بير، ما حوش فلوس ولا عمل جمعيه عشان يوفر فلوس، ولا اقتطع من ده. هو عمل حاجه بسيطه جدا. ده بص اي حد يعني عارف خف الشوز بتاع اللي هو لابسه عزك الله كمان، يعني مش راح جاب حله ونزل البير، لا ده الشوز بتاعه كمان حطه للكلب. الكلب ده عبد من عباد ربنا فشرب. ايه اللي ضرب الكلب وبين ربنا بقى؟ لما العبد ربنا شكر العبد. بس هو هنا في صدق بقى دكتور اللي حضرتك كنت بتقول عليه، فكره ان انت صادق في العمل والتوكل على الله. بص لا تستصغر اي عمل، يعني في ناس بتعمل محطه لوحدها ما دي قادر ده قادر ربنا مديله طبعا، وفي ناس بتشارك ب 500 جنيه ب 100 جنيه ب 1000 جنيه ب 5000 بيبقى زعلان. لا لا لا، سبق درهم 100,000 درهم. ده انت بالعكس هتاخد ثواب كبير لان فيها هم على قد ما تقدر. فاتقوا الله ما استطعتم، على قد ما تقدر تمام قدم. لكن اوعى تقول ان مفيش حاجه اسمها مفيش. عارف هدومك اللي انت لابسها دي المستعمله ممكن تتبرع بيها صح، عارف البطانيه بتاعتك اللي هي اتقطعت وما عادش نافعه ممكن تتبرع بيها. بمناسبه بقى ملابس تتبرع بجهد، مفيش حد اسمه مالوش صفحه الوقت على الفيس. لا لا ما هي طبعا الدلع على الخير فاعله، شير على الحلقه، شير المحطه، هتلاقي في ناس تصدقت وفي الاخر تاخد ثواب الدلع على الخير كفعل. بمناسبه بقى الهدوم وكده، احنا طبعا داخلين على الشتاء والمبادره العظيمه اللي شغاله معانا بتاعت امان ودفى حضراتكم بتعملوها يعني ايه مستمره طول السنه، مش بس موجوده، لان هي فعلا بتجمع الحاجات كلها، الامان والدفى زي ما احنا شايفين على الشاشه، الحال بيبقى بيتبدل بعد ما كان البيت من غير سقف وما فيش فرش والكلام ده، الامور لا بتبقى شكلها مختلف تماما يا دكتور. هو ده من مجموعه محسنين حبوا ربنا وامنوا بفضل الصدقه وصدقوا ربنا فاتحركوا بالقليل والكثير. بصوا يا جماعه، عايز سيدك النبي يصلي عليك يدعي لك وربنا يطهرك ويزكيك، اتصل دلوقتي على 19038. احنا بنبقى عارضين الارقام على طول. انا عايز اساعد. بص ما تخليش ابليس يضحك عليك يقول لك اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع والقصه اللي انت عارفينها دي. لا اسمع اللي بقول لك عليه. المقوله دي طلعت غلط يا دكتور اصلا. ده رواها فاسق ابن فاسق. تمام، ده مش مقوله اصلا. ده واحد لا، وكانوا بيقولوا ان الجامع ده هو جامع الضرائب في وقت في ايام ممكن ايام لم الضرائب والحاجات الناس بتدور دي، ان هو بيجمع الضرائب، انما مش الجامع اللي هو المسجد. لا الناس اخرتها كده، الناس طبعا خدتها ما صدقت. فانا بقول لكل حبايبنا مفيش جنيه هتخرجوا لله الا لازم أن يرجع لك من 10 اضعاف لغايه 700 ضعف. انت عايز استثمار احسن من كده؟ والله يضاعف لمن يشاء. تمام يعني اكتر من 700 كمان. يقول لك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعاف كثيره. ربنا بيقول كثيره صح. كثيره دي عندي وعندك توصل لكام يعني؟
عدد محدود، احنا عارفين العدد، انما ربنا سبحانه وتعالى بنكتشف ارقام بتظهر كل سنه كده، حاجات غريبه يعني. فتخيلوا يا جماعه، انت هتقرض ربنا، انت مش بتساعد الاخت دي ولا الاخ الفقير ده، انت بتساعد ربنا، هو مش محتاج منك بس هو بيقول لك هات عشان اديك. هي الفكره ان انت بتغير له حياته يا دكتور، يعني الواحد بيبقى اما بيشوف الحاجات دي نماذج بصراحه بتبقى مفرحه، فكره ان انت بتبدل الحال عشان تحقق السلام النفسي جواك وتقدر تقول الشهادتين وانت بتموت. لازم أن تحقق السلام النفسي عند الفقراء والمساكين على الاقل حلقه او اثنين، صح؟ لازم أن تنعكس عليك وتشوف الدعوه هتجيلك تعمل ايه. لا، وفكره ان هو ينزل ويشارك الحركه بتقول التبرع بالمجهود. عندنا واحد الله يعزك كان بيرعى غنمه معايا، دايما يجيب لها اكل وسقيها وكده، وكان سايبها سايب، فهي ما بتشوفه تمشي وراه. فجأة ده مات خلاص، الغنمة مشت في جنازته ماشي متقدمة الناس، ماشية قدام الناس لغاية ما الدفن، وفضلت واقفة والناس تهش ما تهشش خلاص. ما تتحركش لغاية ما الدفن في قبره خلاص، وفاء لي دي غنمة عبد من عبد رب من عباد ربنا. انت يا عمي يا اختي يا امي، اتصل على 19038 وساعدونا نسعد الناس. تعالوا معانا انتوا بنفسكم ساعدوا الناس. فكره المشاركه، المشاركه. وبكرر يا جماعه، الناس اللي بتسالنا هو انتوا لكم فرع في مدينه نصر او حدائق القبه؟ لا. هنا برضو يعني احنا يعني عايزين بقى ننبه على الكلام ده، الناس لما ايه يعني فكره التبرعات او الحاجات دي، الارقام بتبقى موجوده. فكره التواصل على 19038 زي ما حضرتك بتقول، او الارقام اللي موجوده، اي حد يقول لك انا تابع البر والطاقه ما تطلب 19038 واساله. لا، وفكره ايوه، انما ما تثقش في حد، تتاكد من المؤسسه نفسها. يعني بص يا جماعه، احنا كيان موجود معاك في كل حته. على الشاشه هتلاقينا. اي حد بقى يطبع ايصالات يعمل اللي يعمله، بص ارجع ل 19038. للاسف المتاجر بالحته دي بتبقى صعبه، اللي في ناس بتتاجر بالاسم وفي الاخر انتوا بتزعلوا مننا احنا. هو انت كلمتني؟ لا، ما هو فكره ان انت برضو، لا حضرتك بتاكد على طول بصراحه على الموضوع ده، فكره ما تحطش فلوس وخلاص، تحط الفلوس وتاكد ان هي راحت في مكانها بس كده، وتابع وتعالى شوف، تعال زورنا يا عم. مكاننا موجود، يلا اتصلوا على 19038 عشان سيدنا النبي صلى عليكم بقى. والله يا دكتور بص، يعني الفكره في ايه؟ ان في ناس بتبقى بتستسهل، ان انا بحط حاجه وخلصت منها وخلاص. انا يعني ده برضو بيبقى الواحد بيشوفه للاسف، ان ايه، انا اتبرعت خلاص، ما ليش دعوه بقى باللي بيحصل. لا، هو بص، لازم نتحرى الاول. هو انا بدي لمين؟ مش عيب، صحيح؟ انا بدي لمين؟ اطلب الرقم اللي هو المختصر ده. ايوه طبعا، لان ده شيء موثق من الدوله، وحقق من اللي جاي لي، الشخص اللي جاي ده اعرف ده مين اساسا، بس على كده عرفت رايح فين. انما مش اي حد يقول جمعيه البر والطاقه المصريه اتعامل معاها، لا. ربنا ينفع بكم دايما يا دكتور، ويجعلكم كده دايما في فعل الخير سباقين يا رب. انا اتشرفت حضرتك النهارده. تسلم. ان شاء الله كده نشوفك في حلقه جديده باذن الله على خير. كنا معاكم اعزائي المشاهدين، كانت حلقتنا مع الدكتور عماد عوض. كنا بنتكلم النهارده عن الصدقه، وازاي ان هي بتطهر الانسان وتزكيه وترفع مكانته. ربنا ان شاء الله ينفع بكم وينفع بجمعيه البر والطاقه دايما. اشوفكم على خير في حلقه جديده.